السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في قناتي طعم أحلى بدون جلوتين. نتمنى إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نقدم جميع الوصفة ديالت كرواسة بدون. نحتاج إن شاء الله لهذه الوصفة هذه نص كيلو ديال دقيق شعر. هاد جبانية البنات راه كل واحدة فيهم فيها ربعة وماشي ضروري شار ميكست بي، المهم الدقيق المصنع بدون جلوتين اللي كتستعملو. وغنستعملو بيضة، جوج فاني، ثلاثة المعالق ديال سكر سنيدة، معلقة صغيرة ديال خمارة الحلوى ايديال، ربعة المعالق كبار ديال زيت المائدة، معلقة كبيرة ديال خميرة الحلوى، كاس عامر ديال العنبة ديال الحليب يكون بحرارة المطبخ، معلقة كبيرة ديال الخل الأبيض المسموح ستار. وهنا غنحتاجو للتوريق مايزينا وخميرة حمراء ديال الحلوى اللي شاطلينا من هاد المعلقه الصغيره اللي غادي نديرو في العجين. المهم البنات فيما غادي نوصل شي مرحله غادي نوريكم المقادير الاخرى اللي غادي نحتاج. ما بغيتش ندير المقادير كلها هنا باش ما نكثرش. ملي غادي نوصل المرحله ديال التوريق غادي نقول لكم المقادير اللي غنحتاج، وفي المرحله النهائيه اللي هي التزيين غادي نوريكم كذلك المقادير اللي غادي نحتاج. نبداو ان شاء الله. نسيت البنات ما قلت لكمش الملحه، راه كنت دايرها في البول تقريبا شي نص معلقه صغيره ديال الملحه. مع ثمانية مع الملحه ديما كنساها، اعتذر البنات. وما قلت لكمش كذلك المذاق. نجمعوا كاع المقادير البنات اللي عندنا. غادي نديروا شويه ديال السكر مع الخميره باش تتفاعل والمدافي. منساوش الخل البنات، كي كتعرفوا فهو كيساعد في الترطيب، كتجي الخلطه ديالتنا او الوصفه ديالتنا كتجي رطبه في جميع الوصفات سواء بالجلوتين او بدون جلوتين. غادي نبداو نخلطوا البنات على هذا الشكل. نخلطوا هاد العناصر ديالتنا كلها حتى تتجانس كلها ونحصلوا على واحد العجين متماسك بحال العجين ديال المسمن، ما مطلوقاش بزاف وما قاصحاش بزاف. بعد ما جمعت المقادير البنات كلها ودلكت العجينه مزيان شوفوا البنات كتكون العجين على هذا الشكل، راه دلكتها البنات مزيان حتى نسجموا المقادير كلها وخليتها ارتاحت واحد شويه. بما وجدت العناصر اللي غادي يخصوني وجدت واحد البلاطو ودرت فيه البابي فيلم. الا ما عندكمش دير واحد البلاستيكه باش ما تلصقليناش العجين في البلاطو.
وشويه ديال الزيت باش نعاونوا به. صافي البنات غادي نحاولوا نديروا كبيرات على هذا الشكل. هذا كملت البنات العجينه ديالي كلها، رجعتها هكا كويرات صغار. مني كملتهم بسطتهم شويه في الارض، كورتهم حتى ما بقاوش فيهم دوك التشققات كي كتشوفوا البنات، والعجين كي كتجي. صافي البنات وكنغطيوهم ببابي فيلم باش ما يقصحوش، لانه يكونوا تشققات من الفوق. وكنحضروا واحد بلاستيكه او بابي فيلم باش نخدم الزبده للتوريق. انا درتي البنات ايديال حيت هي اللي مسموحه، يمكن لكم ديروا الشكل اللي النوع اللي كتخدموا به. ودرت مايزينا وخلطتها بخميره الحلويات كيف قلت لكم في بدايه الفيديو مع المقادير، وشويه ديال الزيت اللي غادي نعاونوا بها نبسطوا بها العجين ديالنا. نبداو البنات بسم الله. غادي نشدو واحد الكويره ديالتنا ديال العجين على هذا الشكل هذا، ونبسطوها هكا في هذا بابي فيلم او البلاستيك. على هذا الشكل البنات غادي نديرو الزبده، واحد الكميه وفيره ديال الزبده. كي كتعرفوا الزبده راه مهمه في كرواسه. غادي نرشو بهاد مايزينا والخمارة ديال الحلوى. مايزينا كتساعد في التوريق باش كيبقاو هادوك الطبقات مفرقين وباينين. على هاد الشكل وقت ما لوينا العجين غادي نديرو طبقة ديال الزبدة البنات هي ونشا. ثم لويتو البنات الطرف ديال العجين كيف قلت لكم، دهنوا بالزبده باش ان شاء الله يجيكم التوريق باين على هذا الشكل البنات. نتمنى الشرح يكون واضح، تحت شعار دال الحرمان بدون جلوتين. ماشي حيت كرواسه البنات صعيبه وما كتجيش بحال كرواسه، صراحه بلا ما نكتبوا على راسنا بحال كرواسه ديال الجلوتين 100%، ولكن المهم الحمد لله النتيجه مرضيه. غادي نعطيو الوقت. صافي البنات بسطها دابا كي درنا المثل هذا، ندهنوا مزيان كي قلت لكم كميه وفيره ديال الزبده. الزبده هي كلشي في كرواسه، لهذا نحاول نكثروها شويه. ثم تنين العجين ندهنو بالزبدة، نرشو بمايزينا على هاد الشكل هذا. نسمنا التانية غادي نحطها تاهي ما بين جوج بلاستيكات باش ما يقصحوش لينا كيف قلت لكم. غادي نكمل البنات بهذا الشكل هذا ونرجع لكم باش ما يجيش الفيديو طويل.
كملت البنات الكويرات كلهم اللي عندي كيف كتشوفوا على هذا الشكل هذا. دابا وجدت التزيين الشكل، وجدت هنايا كريم باتيسير والزيت اللي غادي نعاون بها باش نسرح العجين ديالي. غادي نبداو البنات هذيك الاولى اللي صوبت، ما كنحتاجش البنات نخليهم انا يخمروا، حيت كي كتشوفوا المده ديال الخدمه كتكون طول ديال الموس باش ما تقطع لكمش البلاستيكه. نحاولوا نديروهم قد قد بهذا الشكل هكا البنات، نقادو الشكل مزيان. هكا كيف كتشوفوا كنديروا في المقدمه ديال العجين هكا الطرف ديال الشوكولا وكنلويو. على هذا الشكل البنات هاد الجوانب هادو نحاولو نديرو ليهم هكا باش يلصقو. نوركو عليهم بحال هاد الشكل البنات، نتأكدو بلي هنا راه لصق لينا. كيف كتشوفو البنات بحال هاد الشكل هادا، نديروها في الطاوة اللي غادي تدخل الفران من الأول باش منبقاوش نهزوهم من بلاصة لبلاصة. نديرو واحدة أخرى البنات، كنتمنى يكون الشرح واضح. نديرو الشكل الاخر ديال الكواسون، حاولوا نشوفوا شي طرف اللي يكون طويل ديال الشوكولا بحال هكا البنات. كيف كتشوفوا البنات راه هذه المرحله هذه صعيبه شويه، شدوا معاها الخاطر كتبقى تلصق وهذاك التوريق حتى هو بحال هكا البنات. كيف كتشوفوا البنات كنحاولوا نديروا هذاك الشكل الثاني، نبعدوهم شويه البنات باش الا تنفخوا ما يتلصقوش لينا حيت مازال غادي يتخمروا. نديروا الشكل الثالث الكريم باتيسير. بالنسبه للبنات الكريم باتيسير غادي ندير لكم واحد الفيديو خاص كريمه بكريم باتيسير وبكريم اخر ديال الشوكولا لتزيين الكيكات. بشكل ندير شويه ديال الكريم باتيسير
هذه الحبيبات غير صغار ديال الشوكولا. تقدر ديرو غير كريم باتيسير بوحدو. زين البنات كيبقى حسب الذوق. انا كثرت البنات كيف كتشوفوا غير شويه. هذا الشكل البنات غادي نكمل البنات كاع المسمنات اللي عندي ونتلاقاو من بعد. كملت البنات الكويرات اللي عندي كاملين والمسمنات. عطاوني 9 ديال الكرواسات، 3 من كل شكل، 3 ديال الاشكال. دابا البنات غادي ندهنهم بصفار ديال البيضه ونسكافي بدون جلوتين بطبيعه الحال باش البنات نخليوهم يخمروا. الكرواسه ديالتنا البنات هي هادي، هذا هو الشكل النهائي ديالها كيف كتشوفوا البنات، جات رائعه تبارك الله ما شاء الله. غادي نزوقها دابا البنات زين على حساب داكشي اللي عندكم. غادي نزوقهم بالعسل واللوز ايفيلي ولا سكر غلاس ولا اللي عندكم. الشكل النهائي البنات هو هذا كيف كتشوفوا، جاو رائعين. كنتمنى تجربوهم البنات، فعلا كيستحقوا التجربه كي كتشوفوا البنات. تحمروا وتنفخوا وجاو بحال العاديين تبارك الله. باغي نحل لكم وحده البنات باش تشوفوهم من الداخل وتشوفوا التوريق ديالهم او الفويتاج. هانتوما البنات كيف كتشوفوا ورطبين غزالين البنات كيحمقوا. هانتوما البنات كيف كتشوفوا رطيبين وغزالين ما تشبعوش منهم. كنتمنى تجربوهم وتخليوا لي في لي كومونتير الاراء ديالكم. كنتمنى البنات تدعموني وتشتركوا عندي في القناه وتخليوا لي في لي كومونتير الاراء ديالكم، التساؤلات ديالكم، الوصفات اللي تبغوني ندير لكم. والى اللقاء، الى الفيديو القادم ان شاء الله.